بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب السمو والمعالي والسعادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن ألتقي بكم في هذا الجمع الطيب المبارك الذي نستشعر فيه جميعا النعم التي أنعم الله بها علينا، والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من واقعنا الوطني بفضل حكمة سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة ودعم الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وفي مقدمة تلك النعم ما تعيشه مملكة البحرين من أمن وطمأنينة واستقرار وحياة كريمة ورعاية شاملة وتطور ونماء، والعيش في محيطنا الاجتماعي الذي يتسم بالكرم المتأصل واحترام القريب والبعيد وروح التسامح والأصالة والمحبة، وهذه هي ملامح راسخة في الشخصية البحرينية الغنية بالقيم والعادات الموروثة والتي تستوجب علينا المحافظة عليها والتمسك بها. الإخوة الأعزاء، قبل أيام كان لي تصريح ركزت فيه على وحدة الصف والروح الوطنية والمسؤولة عن الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة. واسمحوا لي هنا أيها الأخوة أن أحيي فيكم روح الانضباط والمسؤولية، فالحكمة الوطنية ركيزة أساسية في توطيد عائم منظومة السلم المجتمعي، وهو الأمر الذي يتطلب من الجميع التحلي به ورفض أي محاولات للخروج على ثوابتنا الوطنية. أما بعض المظاهر المخالفة للقانون والتي قد لاحظها البعض منكم، فإن كانت بسبب الاستماع أو الاستجابة للتحريضات الخارجية أو أنها وليدة أي ولاءات للخارج، فليكن واضحا أن الولاء للخارج خيانة وطن، وهي مخالفة صريحة للقانون نتعامل معها بمنطق الدولة الحافظة للحقوق والمحافظة على سيادة القانون. ومن الأجدى أن نتعامل معها لنطفئها وهي في بداياتها، عملا بمفهوم الاحتواء المجتمعي. وإنني أتوقع منكم أيها الأخوة الأعزاء وأنتم المدركون لأهمية المحافظة على الأمن والسلم الأهلي بتعزيز حضوركم الاجتماعي المؤثر سواء بالرأي المسؤول أو تقديم النصح أو المشورة والتوعية حفاظاً على استقرار الوطن. وأني أختم كلامي بالقول بأن الوطن لمن ينتمي إليه ويفتخر بهويته الوطنية. شكراً.